قصة حلوى البقلاوة والزلابية مع المائدة الرمضانية قديمة جدا، لكنها قد تختلف من صانع إلى آخر وبأحجام مختلفة أيضا. عرفت أربيل بوفرة المكسرات وهي مادة أساسية في صنع البقلاوة، وربما يكون السبب في حشو أكثر من طبقة بمكسرات الجوز والفستق ليميز طعمها بشكل لافت عن بقية مناطق العراق. جوا عجينة والجوز وبعدين العجينة وبعدين الجوز وبعدين همينة عجينة، يعني دبل حشو جوز بداخلها، والدهن ماله يختلف ويا الغير بقلاوة، والهيل دارسين همينة ويختلف همينة، القياسات يختلف وحجم الجوز يختلف ويا البقلاوة العادية. العم أبو خالد وهو مختص بصناعة الحلوى في أربيل يشرح طرق صناعة حلوى شهر رمضان الذي يعتبر موسم الطلب للحلويات كافة، من بينها البقلاوة والزلابية وكذلك العوامات وزنود الست. هاي البقلاوة عندنا ندخلها بعد ما نفتح العجين، نعطيه مراحل ثلاثة بالبداية، بعدين المرحلة الأخيرة اللي هي الفتح بهذا الكبر، نفتحها نبدي نقطعها على قد الصينية، ومن ثم ننقل هذا الورق فد 4-5 ورقات تكون بالأسفل، بعدين ننطيها القشطة مالتها أو الحشو مالها، ومن ثم ننطيها الطبقات الباقية. تتشابه المواد الأولية في صناعة مختلف أصناف الحلوى ومنها البقلاوة والزلابية، إلا أن سر المهنة في صناعتها يختلف من صانع إلى آخر، وكلما طال عمر ذلك السر لدى صاحبه طال وقت أبواب الرزق المفتوحة حسب اعتقادهم. أحمد الحمداني، العربية، أربيل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.